الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. في هذه الخطبة نحاول وإياكم بتوفيق وسداد من الله تعالى أن نقف على عظيم رحمة الله تعالى بعباده. ديننا ليس له مثيل، شرعنا ختم الله به الدين كاملا، حتى لا يلتفت المسلم يمنة ولا يسرى، ولا يبحث ليأتي إلينا بالخير لا من الشرق ولا من الغرب. ديننا اكتمل، ديننا عظيم، رحمة ربنا وسعت من في السماوات ومن في الأرض. بمناسبة زري مش حام سكين يمنع من قامة السبيطار، نغي من عن قامة دي ثوذرين، زري مش حين يوذاني نقصن شوي شوي زي المساجين، نغزي الخدمة بسبب الأمراض. والغريب أن الأغلبية قراش القضاء رئيس مسخين يدروع مزري ضبيبة مصافات ديها تفكو الشي زري ديرو حاس. فلذلك آثرت إن شاء الله في هذه الخطبة، وانطلاقا مما قيل أن ديننا فيه الخير كله، ألو ندوخ شوي من الأدوية يهرش أني مرة يدينا ونفي الدواء غوض بني فارماسيا نذاب نذي جروبا الدواء كل أمراض ذي الدنة وحسم أعيروني الأسماع بل أعيروني القلوب بداية ونهاية. هذه قصة يحكيها عالم سعودي من أهل السنة والجماعة، إن شيخ بن فنس عدى حصلت لرجل يعيش في المدينة المنورة يثرب سابقا، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدر الله على هذا الرجل أن يصاب بالمرض، وإصابته شخصها الطبيب
مرض مزمن يكمن في الفشل الكلوي في الظهر، تتعانى مارة الأغلبية، وللأسف من المستيرتي الظهر شو مثلثي مانا ربعي مان ذي سيمانا في وضع 20 ميتات مش سنغيو ذان 20 ميت عيش الزيت شو مش هاني 20 يوم شمس تكير قيم بيجن الضيق وخسيار جبيل لصدار بالعالمين. هذا الرجل لما أخبره الأطباء والجيش السعودية أنه يعاني من فشل كلوي في مرض امرأة من إيجاب، أول شيء حمد الله تعالى يمش حال يصبح ذي اللحظة مني وتغيب وتتوت مش رب الشانس هشان الموت ميجنش نخشان المارا نخشان حاجة تقصح شوي المحل حاق نيغ نيغ وش بنادم قال ودري تشوك شوي دي ناس، ولكن السيزار الحمد لله قبل الجاهلية يعني ويو من وقعت من دين مدن هنا مارا دي عرض أبتصن حوي الرجل تبلغ أي يوضح الخبر وقبله يعني قبولا حسنا الحمد لله الصلاة بالعالمين بنفس مؤمنة. بعد أن أخبره الطبيب بأنه مصاب بفشل كلوي ويبذن ويقنظن أولاده ونهرشن لأن يا ربك القرآن السنة إن الحمد لله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو النسخ يقن شوي قنظن لا ننسني إبابة سن لا حل إلا إن صنوبه يقصح شوي الحالة دي جاء فشل كلوي ما رواسي بشي حد شل الكلية في الظهر يعني هذه عانى انت قال الحمد لله ناس صار والنص يا رب حتى الدار لا بد من الحل من ديرها النسيج الزين غدا شي وشتي زيدي الظهر النص طار والنص إبابة سن نهني كنظن خيقن إما سن توافق نهني أما الأب فقد رفض رفضا باتا الناس وخاص السيوي إلا كني وليتكش من الشهر ذي غير الحمد لله ويرفض باش هذا صار ضمن الموضوع مستقبلا نسبيا لسن الليل لا داعي يخيق تشاوروا اجتمعوا فيما بينهم تشاوروا استغفروا الله تعالى آخر من يوظن اتفقوا على أن أضحنا مصر مصر معروف غني تمنزان في الزار بسبب الفقر المساري ودوي مصر حسن لا مبارك تقعد تعيش سنجي مضران زريغ نش روبورتاج برنامج وثائقي تموت سيون سنجي ونظر ديني ويتصرخ ونظر من كثرة والو هو ماشي من القاهرة اللي تشتغل غير وسط تنديد ناس انا حدين ومرا غادي وضوي بين سنواي تاج الثمان ضرب قران ما يقارب مش فهم غش 8 سن شان 15 ما 12 ما امني غيري 10 مليون 12 حسابي ديال جا 10 مليون ننوى سلكن لابس خاصني شي حاجة نانا سيبابس يرفض أو بعد الحمخاس يقبر صافان غا مصر مسرقانك وضبير أرمي غا مسرقانك وضبير الناس صافي تفقنك وإذا سني الزنزن يمنع 8 أرمي بوادي أنا الزارع الكيليا ذين وتي يعني وسني الزنزن دين فحوصات طبية وفي الكلية النسغة سليمة يعني تنفع الاتفاق عادي يكلف وضبير يزنوز بنادم
سنس هور الناس ذلكي في الظهر ماني نيور باش الدول الإسلامية أذكت المهرجان أذي غنج بالشاب خالد 500 مليون أنا من يصال هاني الزارع الكيلية الناس البابا سرجع الآب يوضبي بطار والنص تمغاف مع الرحمن خصو نيدا يمشي الكيلي ونيدا يزنزن الزار ناس لا لا داعي غاري غاو من الناس وقت الكخشب إذن أو يمتي أنا من غيادف وإذا سي زنزن اضطرنا هلاويا وفي نواجهو ذارياز بالطمغة وفي نواجهو الطمغة طمغة بالشاب في مقتبل الظهور وإن قد عشنا يتعاود يتعالي شحال غاس غاس 17 هذا ست الزنز ناس بس هو بيبا قشرني داش الزنزن تمنع المبلغ 10 مليون 12 إنش والله إلا يكاد لسان الرجل أبي قيم أسدين يعني الزرع شل اللي سال يخسر السيور يتعاود مس العالي من خمس يخسر السيور يعني بابس ويزم ما يروح يرسي مداس رامي صغرى تحن جاه 17 عام ينسي الزنزن في الزد شنص إن سن قانا سوى صافي فتاربوح شكبلة إن سن الله واخا مين دي إن صغيمت صغيمت نتا إن سي حنجا عني مصرش مين مين دي الزنزر إيش تنزي دي الزارنن تبدأ تترو فالناس يموت بابا تظفاري ثيما جينايش انا 4 حجان دي مزيان تعيش غير وسط القاهرة الجنوة يعتق ولا يرحم عدو تخان غريان وانت فرا من غانش بالذين يموت الناس نشتي 17 عام أرودي تيك قبو مارياس جيرب شو تعقرن إلا تحنجا الذئاب اختاسد الناس ذيني مناطق راقية شنو مشان حومة معروفة مسقاط إسبانياس بغد ذي مريش أمشانا زندغا يوميين طان حويش صحاب إلي روح خدشر ذي تزو باش تنسن باش أدوي غد شناي فيما حسن الله مبارك تبيت الشاس إسرائيل رجاز بطر وشاهد له تيرو المفاجأة سلوك السيدني إسوائي كا ما يقيم للغرفة العملية في سواري به إن ستار ونص بيجي رخو أن من على السعودية من تقال من وقت قال باختصار باش انا عارف حال وقت يكتار 9 دين من هاي دردة نهديدين عارف يقرع الناس الناس والو ما الناس وضو بيبي يمين تقير وشي ناس وضو بيب خد صنع ضبيب يكسي جنب الغمزية ناسي الناس وذي تاري دورو وكسير من دس كشير لوجه الله أحتس غصيدة ربي ملك تبيع مش الشفاء طم راح كنت قناة 10 مليون تروح التوايك طار ونسي المنتج عادي بيبي يقدر غارك أربحا تكسيهني مبلغني إن استثماري ماني وامي تريح أزيس عيش كنيو شندي ثمان ذورن غا السعودية يعيش سيد ماشي جا شوية الحريق دواوات 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 يكثر مدة شنط من الشهر
إيش نهار بعد المدايات إيجاشن التحاليل مين تغزي تعالي مين تسي سبن يعني المارة وتقاسو حريق وقلن خذي الزج النغني مين زيت وقصن يجمدي الزج كيلية سليمة عافية باش تعوض كل شيء لنا للمارة إيجا تحليل يفوضي سواله قالت بنادم يداري تعيشي نشينا قتعيش نيكا قصصة حينش خنتا دا سيسر قال ونسا دا السر المين يتعاون ويومين يروح ماني النظمي نفس الشيء يدورات بيطان ريا يغجر شواغل تثبيت حي السعد من يوم يهرج حاد من عنوى سعدون تثنواله أشوا غض قانوية الاشتاكسس يزار اخساس 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 آرمي دخل العلماء ذي منايا ننس منايا صوري قليو ثبت نسيت غمارين عليل سقيم يتعانى عجزني ضبيبني ما رجالي هرشني إن نس أربع على كل شيء قدير كن فيكون قدرة الله تعالى فوق كل شيء فوق كل الأسباب إن شو الله العلي العظيم يمين كيس قوار أرمين أسني عور قصة مارا نحن جهنم مش تتوذ تترو ومين أسينا قوات قخشة ودي تشبو في الزجن ميشم طويل دي الغرفة وحدث ودي الغرفة قصنا دي ستكسن وميسينا ويميت دي الزار إن سوى دستكس موزد يزار إلحن جان سبعة عشر عام من دس وشغل الله ناس العلماء ضبيب ويسير حد النظلين والله العظيم إلا يستقضي ومكني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة حديث صحيح تبسطي وتجيش فارماسية إلا ذي صيدلية كتب على بابها صيدلية الإسلام صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم والشفاء بإذن الله تعالى وغان تنشهن تتشعر ما بندم وذي ستفكى شعي شخص فارس الملايين ذي الدواء وسبيطارات طبيبة من خارج ولكن وايد فطارت كشد اللحظة اني انا ما عشتني ضبيبا يمل الدواء ولو اقل فيه هذه جار الدوية اك الدعاء والاستغفار صدقات كتبين ما يويز ما يبشى صلى الله تعالى قال ابن القيم شيخ الاسلام في كتابه الوابل الصيب صفحة 49 إن في الصدقة تأثيرا عجيبا في دفع الأنواع البلاء وشيخ الإسلام كبار العلماء إن شدوي ليس بالصدقة أتمسح ربطه اليتامى نغيوجي رنشنو تبي ربكم فبس يموت إما سموت زلزوباش نغيي تماس ما رفض ضيقوذا نعفانا أتمسقا أذا يسيران وطاحنا يكشاسي تنزلت عشان 12 مليون يحفظت الكيلية الناس لا شو يمسر من ما مش غيقار بي وانت لغيس إقام منايا ما مش إقار بي الله إن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما نجي يمسر ومن قال من جيمس سرمان قال بعض يقرا على يزي ما رأيت سري غلا ومن قال من جيمس سرمان يكسر غرحات الأغلبية أما الخير لا ينقطع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم من ذي سند وذي الصدقة ويسوى في السن للمؤمن الموحد ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر ابن القيم فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء
وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم. الصدقة إنش بغض النظر الدين، ما لا يخشي الظالم الفاجر، ما لا يخشي الكافر أن الزجزة النقبة للناس، أما ما لا يخشي مؤمن مؤمن أولى للقيم القنوات. سنية تنشج الخائم غار، ولكن نجم القيم الكافر مريض زيد زاسوسي من الغوي في شسيدو العملية، إن لا بد الله تعالى للدنيا بعد أنت كافر ممكن أن يستفد الصحف النص الكافر الذي الله تعالى يسقي الفارن تلوي، لأن الجزاء من جنس العمل. إن ابن الخيم وأهل الأرض كلهم مقرون بهذا لأنهم جربوه. قال ابن القيم كتاب المغني زاد المعاد الجزء الرابع صفحة 10 رحمه الله تعالى، قال في تشفي من الأمراض، أقن فيه من الأمراض ما لا يهتدي، أوارث مزيان التعريف صدق في تشفي أي الشفاء ما لم يهتدي إليها عقول أكابر الأطباء. إنش ابن القيم غرض الإسلام الدواء عمص فوضا العقول كبار الأطباء يوسن صدار به، ولم تصل إليه علومهم مر من غير وغاصبهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب وقوة القلب من غامض الإسلام وطوي نصر عقور نصر در مخوق نصر در مختبرات الكتب التحاليل من صنعا عما سطروا ما غام لإن وارتب تنشام أكسدار بالعالمين. من جايبنا القيم دوية السوارد إنش قوة قلب المؤمن لم سلم قوي قلب وخيو السلع 20 كيلو سرهرش، واعتماده على الله توحيد، وإذا مرضت فهو ماشي يضبط ولا طبيب ولا سبيطار ولا كلينيكا ولا فرنسا ولا يمريكا. انت وعند تجي نشي الغام قادرين يجي مضبيب تعود انت غيبين تعيش بعقل مشارك مضبيب اكل بشارني مريض في ثار واحد يوضع عمو مضبيب انت توصي غاربي قالت من كمال دوية صمات دي من كزات حوجات وخرافات العياذ بالله. قال ابن القيم لم يهتدي الأطباء الدويغانة ذي الإسلام من الجلة. أولاً أكل قوة القلب أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومن اقدار بريري ويا ربي مش حميم غا المرض وتعجز كن فيكون، وغير اعتماد على الله ما زد في التوجه قال شيء وجاره، والتوكل على الله هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، والالتجاء إلى الله إلى مرض دواوات، والانطراح والانكسار بين يديه بدل تسويه غوض بتعيشه وخفت كيف صدق طور تمتي خضاريه البشر واش تشوال سعد هو اجل اسباب برايم الطاوون برا ما تعاون الحياه مش مره برا ثاني برا ما هو تنشغل النشا وغاسوالو روح ذل انكسر اخضع استسلم لله الواحد القهار. من يجوز ابن القيم وفي الصدقه صدقا صدقا من زي السغم دواء صدقا منه من زمام ولغة جواله أن يشعر، والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملعون والتفريج عن المكروه، فإن هذه الأدوية إن ابن القيم قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه
خاصة إنش مرد مسلم إذن دعاء نغدى مسلم يتصدق نغدى مسلم يترغى الله تعالى. إن ابن القيم وقد شربنا نحن وغيرنا مسلم من هذا أمورا كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية. قال ابن القيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة داو أمر استغزوا الدواء أغوا الدواء سجلفا إن هلشنوا داو مرضاكم بالصدقة. وقال ابن القيم والأمراض التي يصاب بها المسلم أو يصاب بها والأمراض التي يصاب بها المسلم أو يصاب به غيره اتخسبنا المديس زل الدلاء تصد رب العالمين. والله تعالى يبتلي الإنسان إما ذي المال النس إما ذي ثروة النس إما ذي الصحب النس ومنين ولا ملجأ ولا التجاء يعني ولا الغدوة إلا إلى الله. نعم أيها المسلم نعم أيها المسلم الصدقة بنية الشفاء تكون قد تصدقت كثيرا ولكن أحيانا لا تفعل مفعولها. رانو نشيني هو تصدق ولو ما خمت صدق القان العلماء ابن القيم مدنو يدمه اوش تمنية صفاحي وذني حواجد طولي غيجا وخميغة تشد جارج دار بير يا ربي اجعل هذه الصدقة شفاء يهرش لدي نغي ثمغة نغي هرش نمي نغ قبل القيم. ولكن لم تفعل ذلك بنية إنش وسطر مرهدت بنية العكس وسطر من ربك الكريم فوق ما يرضيك الصادر عشبها يا ربي طميتها استراجل من غير أشبع فقيرة ألسو خشو يجير نخش الأرملة روح كومبرا ندخل شيء استدور شكير شيء تويد وتيضبي بنسل الملايين روح ندخل شيء موان عشرة يترون الزش تخانش تمرعبس تخانش تلومير صغار سوكم سكين ومكسوم وا 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 أشبع إن أشبع ماشي هنا ينظروا سيولي ونك عوض أصدقاء الشغلين ربما يسون قرود عكيرا أسعب الحياة مش لدينا بنية شفاء الصدار بالدواء يقف غير يمسر من وحدث وتسن رومية يمسر من وزار النخبة أشبع فقيرة أو أكفي اليتيمة أحن جاء يتيم وغسحب نغير من دار السبيطار في ويتين ماشي التبني حرام الذي يورد المجن حدا المدنية حرام إنما الكفالة أرغى إمغى أسلين مش مشي البابش أقسم غاضة الكيكي عيشة لي شدي سوار ديار أضيغى أرغى يبلغ أسيقى ربي يبني النس أو تبرع لوقف خيري ابن مسجد ابن غزيل ابن مستوصف ديال كامبو أربع سبيطة عاد غيري كانوا ملي جوامات شافيني يا ربي جعلان ويا ني غبري دا عدرغ ني متكيل يا ربي عجزهم الأطباء المغرب أوروبا يا ربي شكون عجز جا قايد الشفاء جرب والله غا ما تزري من عجزو. إن الصدقة يقول ابن القيم زي العلماء التوحيد ماشي الصدقة لنا بإذن الله صدق رمزة رمزة خنش بإذن الله لترفع الأمراض والأعراض من مصائب وبلايا وقد جرب ذلك الموفقون من أهل الله فوجدوا العلاج الروحي أي مسلم من أي مثلا
بدار عمان تدرين عمان مرض صغير نجرب الأدوية ونزمان يدرس دروس يقيم للنظر ونزمان عربطيون ونزمان أوروبيون تينا مرة أسباب مادية جرب أدوية روحانية أدوية زي الكفاول ذو الزعيم سيد الأعضاء خمي غير ألي سعدو ألي سجن فبإذن الله الحمد من عديس ذي طوين دنجا أدوية روحانية أنفع للمؤمنين من العلاج المادي الحسي وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج بالأدعية الروحية والإلهية الأدعية قراءة القرآن الرقية الشرعية ما شاء الرقية الشرعية غيب بالنس مرة رزوز نديرها غولة إبراهيم يتجن الرقية وغاص طريح مشاع أغلبية سند الجالو مرة يوم غيرنا وخزيت رمامان هذا شخص ساب عقل وغاص تندشان حوايش مصحور دليل في الشمسة والنوايسي يتجلشان بوربو وربوني مين يتخدم غارعة وعشرين ساعة هذا شي سخلنا تعديس وشي غيار ميزاج في وش تنسد شي غفوضك اللي تعقي هذا شي تقال الله من الله أنا خمسة يترو ور خمسة يترو مما ميزي ميزي خمسين ألف خمسين ألف رقية شرعية قمت ماشي غار الزاوز ربعة دايس الله حق مريد وقت حمد صدشني لذي سنخاء عازو خربعة يمغاد السن غاسل العين ذا سني تيري معروف من زي غنسل سلمومينين وغاوة إينا رزوزة ذي النظر يكمر ذي النواحي وقصد غير فرين ولا فرين قصد مرة إينا يسنني خمسن واجين هو أهلي من أيني أدخنا ربي وغاسل بطري حمكن يوزي طاف إذن ذي الرقية الشرعية ذي دعاء ذي نش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقية خصوصا يغفل النس قد في السنة كل جديد يغفل النس طار والنس باش تساسد فسخ نياها تمغار باش تساسد فسخ يجيش تعزاج واجب تعالى ويكثر مغاضة والنظمين ما رأي غير خمسة تقسيش تتدد يسرز الفوز ما نيا مرة زي البدع ما أنزل الله بها من سلطان جار من مصح بعظم ما نيا لأن مرمي تسمح بو خلصة جلسون خميس إنه قد حواجه شو خلص إيوه ما عليش أو كان إيوه ما عليش أو صح إيوه الليني إيش يتيت حمار بي ما تسوات حواج دقش كيف إيوه القير هذا الطريق يا لا اللهم لا يحرك والله من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا من قالة رسول الله أسعدني رميز رتحجاني إيروكيس إن اللهم ذي الحلية ولنستكسم تزد شتاني تا وشي غسقر النيمة والله إلا يكفى بإذن الله تعالى وكان السلف الصالح مهرشن غرشن طار وانصن من تقنا بزوة ما تواصل كلينيكات ما توطح أوروبا كانوا دوا يتصدقون على قدر مرضهم وبليتهم أرواح أديك مثلا ميامي تيمدور النهار يقارس يجي سنو يحوجن أقصفار حشك نهار وخذين ذي فندار نغاوين نغادير موقف نه ميتين دور على حسب أرواح بقدر المرض والنهر الشر سرطان في الصار أور مساء المغان سكواش درجة المغان أوش منو مثل جد قيل دعاري لا ولكن جمد ميتين أرواح 500 700 روح صفار للناس 700 صفار راح وتجو 50 دورو جارو من الدوايا كان ولا يتشمشا ولا يتشجع وش مكمي وكيغفل نوم زقفوز نوم غاوي هو غاري حتى شي من روح بشاز باش السيد لقيت كابرين جارو من الدوايا انت
يهيوي محمد صلى الله عليه وسلم من زي العلماء تتكاز التوحيد كبري كل شيء لان عزو نفس من عربي حق المعرفه من الغربي وزمان يستسمح حتى تحت غاي الزرع ني غدرا غيدي عيشة خنديشة ني غدرا غيدي عري وعري ني غي تحمل ني غي زلزل ني غي تفوغل وزلنا تسمح يا أرحم الراحمين أضرح غربة إيه ميت كمار معاد أضرح متقذن توسا غاص 90 عام سوزو فاسن في السكوار ني غي شنحاجر فقال في الله وروح كيف بوين هذه السكوار القبارة بن 90 عام تسمى الصغر اي واحد زينا يخدم على هذا الماكلة خوات تدمج واسطيش ما يمي اغرف وليس انتهى الريدوي كل جد نفس الناس المعدة تصور في وسط 90 عام ليس مئات مرات اتسوسف وما نهل سوء ما رتبه ذلك السرطان الثاني 99 سرطان ما رتبه ذلك الصيدة 98 دمية أتدور 980 دمية أقمو وجي درعي مسكينة رنش رنش ما رسو صغاش غاكا تبقي أو شا سنوة شا سنغة ذا تزعفر شا سنعرفو نتسول ما ليش التوحيد ما ليش الإسلام الصافي اليوم محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعوا نستغفر الله لي ولكم استغفروا الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أيها المسلمون بطرف عما تدرب عما للخدمة عما مارستم سكينة يفتمغى جربوا هذه الأدوية توبوا إلى الله اصطلحوا مع الله عودوا إلى الله أليبوا إلى ربكم روح ابكوا قوموا الليل وابكوا واسجدوا وتضرعوا الى الله تعالى فهو وحده كفيل ان يذهب عنكم مر الالم لإذنه. كان السلف الصالح يتصدقون على قدر مرضهم انيش مرض نيمغا انيش تيصفوا من كرادة القران فلا يلبثون الا قليلا حتى يعافيهم الله الشافي المعافي الكريم الرحيم ايها المسلم ايتها المسلم يا من ابتلاك الله تعالى في الامراض والبدوى لا تبخل على نفسك ان كنت ذا مال ما رغت شوي موكرة وحتى لو كنت فقيرا فتصدق ولو ثمنهم بالزمال ثم اجنية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى روح لحديث البخاري اول حديث تنزل البخاري عمر بن الخطاب حديث انما الاعمال مره بالنيات تكشي دير مسكين ولكن قبل يوذن روح غيوذن وغاك والو تمشي دير بحار باش يصدر وغاك والو تمشي الغميره رجل تمشي دير ريا اثيري غامض تمشي لوجه الله كن على يقين اجني عود يا رب يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من يعلم السر وأخفى يا من يراني سجل صغوي دي السجد ولا أراه يا من يسمعني ولا أسمعه يا من يرى من ترفع عوضي جناحه في ظلمة الليل البهيم الهليل يا رب تورد اخسر الناموس ما يجيب خصي غصر الناموس يا ربي وندوار العروق الناموس الاشتوية ضير وصل الجيرف ويسن من غاز من وغاز ما مش أجل ولا يتويري نشي وزمنا قندار يا رب أحمي قول الله ما يحميش ترغم لغير الله صغير يوم لغير الله أنا من قرب المدينة للتاكسي غرب بليصاني مصغرقات إلما بتشوفي غرقات شوفي انت غمينو انت غمينو روح غمينو ايوا روح اش في سنفا انت ونطف لغير الله وحري واني الذل للبشر واسواله واذا مريضت بالليل تذهب يغسل بالليل يغسل خاص السوار عام
نهار واني نهار الظام ما روى ربي وصري من العجائب نسك خنوان لا إله إلا وقال العلماء مغاد بشنوى قاموا وجربوا إنا زروالي إنا ذرا لا وجرب جاء بليني غاري اليقين بالله لشروط لا إله إلا اليقين أنا بشكت اليقين قراري أورا شغاري البودري سنجاشي الجيش مش ذي سارطة ذي الصيدة ذي رمية إذا يسمع الله ربي خمسة من مرة إني يا ربي تسمع غابة انت داش جارة ذكيسي النور بتفكاري لهم عاد مشي الجسوة تصور ويهون ولكن تقزاح أنا بوركي نشي نعبد الدور يقال رسول الله تعيس عبد الدينار والدرام هذا هو قصد تعيس ما ينبغي ان اعطيها رضي وان لم يعطى لم يوين نوارع الدرهم مش تعيس عبد الدينار رسول الله ان العبد ماشي نار بالدور صنم شتك الدور حدا يسقم بين خبشي ما يضيف تليفون مليون فرنك تمشي تقلب تمشي دي الدين تينس وايد مش وايد سجل تينس مش تبغى تكلم اسبانيا يوسف جليسيا يمرش لجريسيا شير ايه يا جار دور جارما شين يسيب مورا 2 مليون زي غد قذورة يجيش انا شفت وش غنيت انت وكيك وقت الطريجي مع الضروري صوت شكيلي جارمان اتمنع 2 مليون شلستيني قورا يجيش وتقول شو كورا دوين داعكيني ما مش غيبون نسى فرحت مني ونشي نزرى ونسنى نجمع يعدون قبل يا رسول الله أفضل الأعمال قال البخاري إن السرور تدخله على أخيك المؤمن أو دين تقضيه عنه أو قربة تفرجها عنه أو تطعمه خبزة أو تطرد عنه جوعا حديث سئل الإمام مالك مين تحب ذي الأعمال إن إدخال السرور على المؤمنين لا إله إلا الله وقبض جارمه قال أذوش غار اليقين الذي قفق عدد 8 مليون تناير وشانوة يخفنش نغيم مش نغيم مش نغيم باباش نغيم بغا أبزاد من ديني حينما تتصدق بنية شفاء مرضك مريضي فلا تقول يعني سأجرب بل قل وجازما موقنا واثقا بالله ولا تقنط ولا تيأس قل سيشفيني ربي شيخ مليون تنين بدل دواء ان شاء الله غامد ينفر والله غام يصفر حجار بير ذي الكثير والقليل مغى اذا اراد الله شيئا قال له كن فيكون فاحسن الظن به وانه سيشفي مريضك فالله عند حسن ظن عبده ولن يخذل الله ابدا عبده ما احسن الظن به غاية ثلاثة قصص واقعية هرش طوفان الدنيا ملابس خاسن والو الدواء معاي جبن تمنية تنقراني اليتامى ذي يجيرن ذا الأرملة وهو والله اللذر نعجب إن كان في العمر بقية مع الجمعة إن شاء الله زي 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 داخل دي الموضوع احتس بمثلي الله واحتس بمثلي كنو يشفى يا ربي الزيس ذي 2 مينو تدهوير الجمعة مش شوي قومي اثني دي تسوس بصغل غانار ذا تصحفظ سنتي المؤمنة تم غاري القرآن يكمل غير وصل كانتو واحفظا غير وصل ولد إبراهيم أتفارحم ودرنا نوالو نشيني دي المبادرية نقص أتنصفار أنصفارح الأخوات الأمهات صحف رسول القرآن يكمل كان جمع مزمين ومزمان من وانت لله أزاسي راح زيركو غاز مباشرة إن شاء الله صفاح نقص القليل أو الكثير من زمان إن شاء الله أتفارحم مرة وانت لله.